يلا تمام. وصلت الفرقة. يا هلا بيكم، يا هلا، ابقوا برا لا تجون هنا. يا اخويا تأخرتوا علينا صدق كذي، مدافعينكم فلوس مقدما. يا بعذرونا الفرقة شوية تأخرت، بس راح نضطر نخليهم خارج الاستوديو. يا الله. خبر مفرح كلش لكل عراقي داخل وخارج العراق. الخبر يقول بالقلم العريض، وأخيرا وبعد طول انتظار، الجواز العراقي يتقدم على الجواز الأفغاني. والآن ترتيب الجواز العراقي لعام 2021 احتل المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمي. يا الله، لا تطشون شكله يا شباب. احنا شنو بالمرتبة الأخيرة، وكان الجواز الأفغاني قدامنا، هسه شنو؟ سبقنا الجواز الأفغاني وخليناه ورانا وصرنا قدام الجواز الأفغاني. يا رب ادعوا وياي نوصل للجواز الياباني اللي احتل المرتبة الأولى بأقوى جواز بالعالم في عام 2021. يا بش وقت نوصل للجواز الياباني، هيجي ويصير الجواز العراقي بأول مرتبة كأفضل جواز حلم كل عراقي. هذا هسه مشوار الألف ميل يبدي بخطوة. ما دام تقدمنا على الجواز الأفغاني معناها أنه ها وصلنا، ما بقى لنا شيء. بعد كم مرتبة؟ تقريبا 178 مرتبة يلا نوصل المرتبة الأولى. الفرقة الموسيقية خلي يطلعون شباب، كافي خلصت فلوسكم. يعني 178 مرتبة يلا نوصل للمرتبة الأولى، نوصل للجواز الياباني. يعني بهيك حالة يعني احنا بسنة واحدة، يعني هو سباق صار بيننا وبين الجواز الأفغاني. مرة هم يغلبونا، مرة احنا نغلبهم، مرة هم يغلبونا، مرة احنا نتقدم عليهم، مرة احنا نصير بذيل القائمة، مرة هم يصيرون بذيل القائمة. يعني اكو منافسة محتدمة بين الجواز العراقي والجواز الأفغاني على المركز ما قبل الأخير. الحمد لله سنة 2020 ابتسمت بوجهنا أخيرا وقدرنا نتقدم على الجواز الأفغاني. يعني يراد لنا كم سنة بعد؟ خلينا نحسب بالحاسبة، بعد كم سنة يراد لنا حتى نوصل المرتبة الأولى؟ إذا كل سنة يعني 178 سنة بعد، 178 سنة يلا نوصل المرتبة الأولى ونخلي الجواز الياباني بظهرنا نغلبه. على العموم الجواز الياباني بالمرتبة الأولى بأقوى جواز بالعالم بعام 2021، هذا العام حسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية هينلي آند بارتنر. في الربع الأول من عام 2021 احتل العراق المرتبة قبل الأخيرة في جوازات السفر بناء على مؤشر حرية التنقل بحصوله على 28 فيزا حرة فقط، يسبق الجواز السوري 29 فيزا حرة، فيما حل الجواز الأفغاني بالمرتبة الأخيرة الحمد لله بالمرتبة الأخيرة الجواز الأفغاني بحصوله على 27 فيزا حرة. وأضافت أنه الجواز الياباني حصل على المرتبة الأولى عالميا بحصوله على 191 فيزا حرة، يليه الجواز السنغافوري بحصوله على 190 فيزا، ومن ثم جاء الجواز الألماني والجواز الكوري الجنوبي بالمرتبة الثالثة بحصولهما على 189 فيزا حرة. وفي العالم العربي تتخذ الإمارات أفضل مكان في القائمة وتحتل المرتبة الأولى عربيا ب 173 فيزا حرة، متقدمة على قطر التي جاءت ثانيا عربيا ب 95 فيزا حرة، والبحرين ثالثا ب 83 فيزا حرة. هم قولوا ما جبت لكم خبر حلو، هذا خبر حلو لو خبر مو حلو كتبوا لي بالتعليقات. اللي مع هذا الخبر الحلو يقول والله خبر حلو، اللي يقول خبر مو حلو يقول لا والله صباح هذا خبر كمينة عديم اللون والطعم والرائحة. يعني سلفيزا إذا يسمح لك أنه تسافر أو ما يسمح لك، منين الفلوس حتى أروح أسافر بيها؟ حتى لو هسه نفترض أنه الجواز العراقي بالمرتبة الأولى وبيها 175 فيزا حرة، بيها فيزا حرة بس الفلوس منين أجيبها حتى أسافر؟ ليش هي السفرة ببلاش؟ ليش هي السفرة مجانا؟ بس جماعة الجوازات الدبلوماسية لاعبين بيها لعب خري مري، سفر وين ما يعجبه يروح، وين ما يريد يروح بكيفه، جواز دبلوماسي بعده حاطه بجيبه هنياله. أما المواطن العراقي حاليا